اهلا وسهلا بكل متابعي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان في تغطيه خاصه بنقدمها لكم من داخل صاله التحرير. يعني طبعا في الفتره الاخيره انخفضت وبشكل كبير ارقام المصابين بفيروس كورونا، وكلنا لاحظنا ده في مصر على خلاف ما يحدث عالميا. الاخبار في العالم بتجيلنا انه في اعداد زياده في الاصابات بفيروس كورونا. اخبار ايجابيه الحقيقه اصابتنا جميعا بالتفاؤل اللي كانت عندنا في مصر، لكن مع الاسف إذ يبدو أن هذا التفاؤل ربما تحول لدى البعض لنوع من التراجع والتراخي عن الإجراءات الاحترازية عندنا هنا في مصر. فالتراخي مع الأسف انعكس على شكل الأرقام اللي بدأت تتزايد بشكل تدريجي خلال الأسبوع، بخلاف طبعا ملاحظات الأطباء في مستشفيات مصر المختلفة بتزايد المترددين إلا مشككين أو اللي بيشكوا أن عندهم أعراض في فيروس كورونا. إحنا معانا الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، هيكلمنا أكتر عن هذا الموضوع. دكتور أهلا وسهلا بيك. أولا أنا بحب كلمة جامعة الزقازيق، فمن جامعة الزقازيق أنا بحييك يا هشام بيه، وأصبح بالتأكيد على كل مشاهدينا في اليوم السابع. في الحقيقة أنت قلت مقدمة جميلة جدا، إحنا متخوفين بس التخوف حذر. إحنا قصدي يعني هو مطمئنين السؤال بس الأهم، يعني هو السؤال الأهم، هل إحنا فعلا أمام موجة ثانية من فيروس كورونا؟ تصور الكلام اللي بتقوله ده كله على بعضه بيدور في ذهني ميكس من الخوف والرجاء والامل والطمانينه، لان احنا الحمد لله في مصر عدينا مرحله الخوف، الحمد لله في مصر انكسرت الذروه بدرجه كبيره، الحمد لله في مصر. دكتور عبد اللطيف، يعني دكتور عبد اللطيف كان بيتكلم على ان في الفتره الاخيره يعني انحصرت الاعداد وكان في قله في الاعداد. اتفضل يا دكتور، اتفضل كمل. يبدو في صعوبه في التواصل مع دكتور عبد اللطيف المر. طبعا كان بيتكلم، سالته في البدايه عن اذا يعني في موجه ثانيه لفيروس كورونا داخل مصر، وهو اتكلم عن انه في الفتره الاخيره كان في ضعف للفيروس. دكتور عبد اللطيف هل سامعني دلوقتي؟ انت سامعني حضرتك؟ انا أنا سامعك سامع يا عم حضرتك يا كويس، شابي. اتفضل طيب، اتفضل. هو زي ما بقول لك احنا وضع في مصر اطمئنان حذر، ما اقدرش اقول انا مطمن، لان انا شايف في تكاسل شويه، شايف في تهاون شويه، شايف ان كتير من المواطنين بدات تفتكر ان كورونا ماتت، كورونا ما انتهتش ولا ماتت، ولسه قد تكون مطوله معانا شويه. الحمد لله نجحنا في مصر، والاعداد زي ما بقول انكسرت الذروه، لكن حتى هذه اللحظه قد ترتفع تاني يا جماعه. انا بحذركم، بحذر بشده بجد، خاصه ان احنا عندنا شويه انتخابات الحمد لله، والعمليه ده عرس ديمقراطي ماشيين فيه، ولكن مش عايز التهاون ده موجود. امبارح كنت رايح الجامعه عندنا امتحانات، مش عايز اقول ان الجامعه بس اللي لابسه، الطلبه كليه الطب بس هم اللي لابسين كمامات، قد يكون برضو عشان الامتحانات وان احنا مسيطرين، لكن انا في الشارع في مصر، في القاهره الجديده، في الشرابيه، في الجماليه، في شبرا، يعني قصدي انا متعمد رحت زرت مصر كتير، مناطق كتير امبارح فيها، عايز اشوف هل في خلاف بين المناطق اللي يقال عليها ان مناطق راقيه او مناطق غنيه شويه، والمناطق اللي انا زي اللي انا الشعبيه اللي انا بحبها، لكن ما لقيتش في فرق. الاثنين سواء مناطق سكنيه زي ما بقولوا راقيه او المناطق يعني اللي نقدر نقول ان هو ده السبب في ان الاعداد تزيد خلال الاسبوع اللي فات، كل يوم الاعداد بتزيد. ما احنا ما عندناش حاجات علميه تقول لنا سبب تاني غير ان احنا بدينا نتكاسل، ما عندناش اسباب علميه تقول ان احنا بدينا نتهاون في ارتداء الكمامه او في التزاحم او التباعد الاجتماعي، يعني ما عندناش حاجه علميه اطلاقا مؤكده تقول ان الفيروس تحول، ما فيش، هو الفيروس ما تحول، بالمناسبه كل الفيروسات بتتحول، لكن في ناس بتتكلم التحول على ان الفيروس يعني بقى في ضعف لسلاله الفيروس في مصر خلال الفتره اللي فاتت بعد الذروه، هل الكلام ده صحيح بالمناسبه؟ والله ده كلام بيقال ويقال على راي كثير من الاطباء، لكن انا شخصيا كاستاذ في الجامعه ما اقدرش اقول الا بحوث، لا يوجد دليل علمي يؤكد، لكن على الواقع الميداني فعلا فيه، يعني في الواقع الميداني دكاترتنا واساتذتنا وزملاتنا بيقولوا ان الحالات الشده بتاعتها بدات تقل، بيقولوا ان الحالات بتقل، يعني فعلا الواقع الميداني بيؤيد ده، لكن انا بطبعي ما اقدرش اتكلم على الايفيدنس الا ايفيدنس بيست ميديسن. في الايفيدنس بيست لسه ما عنديش ابحاث تقول ان احنا خلصنا الموجه الاولانيه، في الايفيدنس بيست لسه ما عنديش تقول ان الفيروس خفت حدته، في الايفيدنس بيست ما عنديش اي حاجه الا الوقايه. انا يعني ما فيش اي عندنا حاجه في مصر
للخروج من الازمه الا الوقايه. الشعب لازم يلتزم بالكمامه، الشعب لازم يلتزم بالتباعد الاجتماعي، والحكومه لازم تشدد في تطبيق الكلام ده، لان احنا كل الكلام اللي بيتقال العلمي كله لسه في ما يعني، يطلع النهارده خبر وقد يكون بكره ما يناقضه، يطلع خبر قد حتى النهارده الحاجه الجميله جدا جدا العالميه اللي كلنا استبشرنا بيها اللي هو التطعيم الروسي، حتى بالظبط. التطعيم يعني الروسي حضرتك كنت بتتكلم عن الوقاية ك يعني واحد من الأسباب اللي هتخلي الناس تتفادى فيروس كورونا، لكن كمان اللقاح ناس كتير بتتكلم عنه. لا يا فندم، والنهارده فلاديمير بوتين الرئيس الروسي أعلن عن اللقاح الروسي لمواجهة فيروس كورونا، وقال كمان إن بنته خدت اللقاح بالفعل. لحد دلوقتي خدت نعرف إيه التطعيم بالظبط بنته. اه من معلومات عن اللقاح الروسي؟ اقول لحضرتك، انا زي ما بقول لك، انا اول ما سمعت الكلام ده طبعا فرحه علميه عالميه، يعني كونك تاخد تطعيم ضد وباء قتل حوالي 700 الف وانتشر بحوالي 20 مليون في 6 شهور، طبعا دي حاجه جميله جدا وبشاره عالميه ما في ذلك شك. لكن انا عندي تخوفات زي كتير من العلماء وكتير من منظمه الصحه العالميه، انه على الرغم من زي ما انت قلت اللي هو بالمناسبه التحصين او التطعيم الروسي اسمه سبوتنيك وسموه على سفينه الفضاء او اول سفينه فضاء روسيه، دي لحظه تاريخيه طبعا، لحظه تاريخيه، لكن هل هو فعال؟ الحكومه الروسيه بتقول انه فعال، العلماء الروس بيقولوا انه فعال، لكن في علماء روس بيقول لا، في علماء من العالم بيقولوا لسه عايزين تجارب اكتر شويه، لان روسيا ما عملتش غير حوالي مئات، عده مئات عشان للتاكد من فعاليه الفعاليه والتطعيمات، استمرار التطعيمات، عملوا فعلا حوالي 200 او 300 حاله. العلماء التانيين اللي انا منهم بقول لا مش كفايه، عشان اخد ماس فاكسينيشن او اطعم تطعيم عالمي على مستوى العالم كله، انا عايز عده مئات من الالاف في بلد واحده، وعلى الاقل بلاش مئات الاف، عشرات الالاف قبل ان اتمكن ان انتجه على المستوى التجاري. اذا في تخوف؟ اه في تخوف. ليه بقول لحضرتك في تخوف؟ لانه كتير حتى منظمه الصحه العالميه طلبت روسيا انها تكمل جميع المراحل بتاعت اللي خاصه بانتاج تطعيم كلها وما تستعجلش شويه. انا متوقع طبعا ومقدر ان الحكومه الروسيه ده نصر روسي، نصر علمي، نصر اقتصادي ضخم جدا، ولكن مع هذا انا شخصيا لو معروض عليا هفكر مره واثنين قبل ما اخده. البريطانيين نفسهم تطعيم اوكسفورد الشهير، اكثر من حوالي 30% من البريطانيين بيقولوا مش هناخد التطعيم، لانه التطعيم ده علشان يطلع تطعيم مستوي بالتعبير البلدي عايزين اكتر من سنه، انا او سنتين حتى واحيانا 3. انا النهارده عندي 6 7 شهور بس، فانا عايز اقول انه الحمد لله بشاره عالميه ما في ذلك شك، يعني التطعيم الروسي ده حاجه تفرح النهارده، حاجه تثلج الصدور، وان شاء الله فعال، هيكون فعال لغايه النهارده. الرئيس الروسي زي ما تفضلت بنفسه بيقول ما فيش طيب اي امتى سايد نعرف، افكت. يعني امتى نعرف اذا كان اللقاح الروسي فعال ولا لا؟ لا هو فعال، لكن دايما زي ما هو في فرق، بقول لحضرتك دايما التجارب الاكلينيكيه او الكلينيكال ترايز كما يطلق عليها بتمر بكذا مرحله، ده اجتاز ال3 مراحل، يعني التطعيم الروسي اجتاز ال3 مراحل، ولكن لسه اللي خدوه من حوالي يونيو اعتقد، على ما اعتقد حوالي 200 واحد بس خدوه قبل ما ينتجوه بالماس فاكسينيشن او الماس برودكشن، فالعدد ده المفروض يبقى الاف، عده الاف، عشان نتاكد مثلا، لانه افرض 100 واحد بس خدوه ما حصلش فيهم ولا واحد او اثنين بس حصل لهم سايد افكت، هيبقى 2%، لا 2% في العلم كتير جدا، عشان تطعم البشريه او تطعم مصر مثلا 100 مليون 2% أكيد. منهم يحصل لهم سايد افكت إيه كتير جدا. أبرز اللقاحات الأخرى اللي متوفرة، اللي ممكن تكون متوفرة قريبا لفيروس كورونا غير اللقاح الروسي؟ هو اللقاح اوكسفورد طبعا انا باكد تاني، عايز ابشر الناس ويطمنوا ويفرحوا باللقاح الروسي، لكن انا يعني زي ما بقولوا سسبيشس شويه وشكاك شويه، عندي لقاح اوكسفورد وبرضه لسه شكاك شويه وعايز ياخد اكتر ترايل. انا بالمناسبه مش انا لوحدي، منظمه الصحه العالميه بتقول يمكن قدامنا مش اقل من 6 شهور حتى نحصل على لقاح فعال وامن، وحتى هذه اللحظه انا مش قدامي الا الوقايه، يعني حضرتك بتقول الوقايه احد الاسباب، لا انا بعترض، انا بقول الوقايه اهم ويمكن السبب الوحيد دلوقتي، العلاج الوحيد والسلاح الوحيد للوقايه من كورونا هي دلوقتي طيب عشان برضو التباعد الناس، والكمامه. تبقى فاهمة أكتر فكرة اللقاحات والكلام عن اللقاحات دلوقتي، لو إحنا لقينا اللقاح الأكيد والعالم كله أكده، ده مش هيبقى في يوم وليلة عند الناس، مش هيبقى كل الناس محصنين بيه، برافو يعني عليك في يا يوم برافو وليلة عليك. هياخد وقت طويل جدا. فكلمنا عن الفترة الزمنية من وقت ما يتم تأكيد اللقاح في كل العالم لحد ما يوصل لعدد كبير جدا مليارات البشر في العالم.
انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا يا هشام بيه، لانه حتى بفرض ان اللقاح مثلا يقال انه هيبقى في نوفمبر، الاول قالوا في 9 بتاع اوكسفورد مثلا، وقالوا 10 وقالوا 11، حتى اللقاح الروسي اللي اعلن عنه النهارده هيبدا التوزيع في نوفمبر او 10، يعني في علماء روس بيقولوا من 10 من اكتوبر، وعلماء روس بيقولوا من 11، يعني حتى التطعيم اللي اعلن عن نجاحه وخلاص اعلنوا عليه بالرئيس الروسي نفسه لسه قدامه 3 شهور عشان يبدا تطعيم الاطباء والناس اللي بتشتغل في الهيلث كير وركرز والناس الهاي ريسك، انما عشان يتحط للروس كله لا، لسه 6 شهور عشان يطلع مثلا 300 جرعه مليون جرعه للشعب الروسي، فما بالك لو حبينا نطلع 8 مليار جرعه سواء من اللقاح الروسي او من اوكسفورد او من الصيني او من عندنا اكثر من 30 لقاح دلوقتي في المراحل النهائيه، ده طبعا عشان البشريه تحصل على اللقاح ده ده قدامها كده هياخد مش وقت اقل من كبير، سنه او 2. اذا سنة هو واتنين الوقايه، الوقايه. بالتأكيد. احنا بنشكرك جدا الدكتور عبد اللطيف المر، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، فهمنا منك تفاصيل كتير حوالين من اللقاح القلب بقى وحوالين الموجة الثانية. عايز اوجه نداء من القلب حقيقي، مش علميا يعني، ايه سيبك من العلم الوقاية بقى وكل طبعا. الناس عارفه، انا بقول كأبوهم او اخوهم او ابنهم، يا جماعه خدوا بالكم، يا جماعه كورونا ما ماتتش، يا جماعه كورونا لم تنتهي، مش عايزين لا قدر الله تحصل اي موجه انتكاسيه او ارتداديه او بالتأكيد سميها كما تشاء. بالتأكيد، بننهي بهذه يعني المناشدات بأنه كورونا لسه معانا، كورونا ما ماتتش، لازم يكون عندنا وقاية شديدة جدا. شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف المر، شكرا لكل متابعي تلفزيون اليوم السابع.